بداياتك ممكن كأي شخص في أي مجال تكون صعبة، لكن من حسن حظك ولدت بعائلة أدبية تكتب الشعر من الوالد الله يطول بعمره إن شاء الله، وصولا لما وصلت إليه أريدك تعطينا نبذة بسيطة عن حياتك بمجال الشعر حتى نبدي نسترسل بالأسئلة. هل أبدي من مفردة حسن حظك؟ هي من سوء حظ للعلم. ليش؟ مو من حسن حظ، أنه تريد تبلش بموهبتك، وخاصة إذا الموهبة بالفنون الكتابية، إذا كانت قصة أو رواية أو شعر. وتجي تلقى تجارب داخل منزلك سابقتك وإلها اسمها ومقدمة ما مقدمة، فهنا راح تكون مسؤولية مضاعفة عليك، وين ما أنه تكون أنت وحدك طالع بهاي الموهبة ببيت غريب عن هاي المواهب، فراح تتميز. ممكن إذا تخطأ يعدل خطأ ممكن، لكن أنا هذا الموضوع صار عقبة كبيرة جداً بدايتي، يعني إنه إذا طبعاً إنه حملت مسؤولية اسم والدي، صح، حملت مسؤولية اسم أخوي الأكبر منه تجاربهم، لأنهم سابقيني بهواية، فإنه إذا خطأت فليش خطأ هو ابن فلان، لازم ما تخطأ، وإذا أجدت ما حد يقول لك عاشت يدك، راح يقول لك شنو يعني أبو فلان، أبو فلان، صح، هاي الشخصية العراقية هذا تفكيرها طبعاً، صح. فلحد ما قدرت اصنع فتشين نفسي مرور الوقت، كنت كلش مجتهد، كلش تعبت هوايه وسافرت ورحت وجيت ولبيت دعوات، الى ان بديت اصنع اسمي بمعزل عن والدي، بمعزل عن اخويا، يلا قدرت ها اقدر اقدم هويتي الادبي. زين محمد، بما انه الوالد كان شاعر، بعده شاعر مستمر لحد الان يكتب؟ طبعا قبل ايام صدرت مجموعته الكامله، الاعمال الكامله الشعر. زين، كان يلاحظ خطواتك الاولى بدايتك من صرت شاعر؟ بصراحه ما لاحظهن، واني خوفا واحتراما منه يعني ما سمحت انه هو يتابع، لكن لحظه اللي كان اول لقاء تلفزيوني لي، زين، اتصلت بي قبل لا ندخل للاستوديو، زين، قلت له تابع فلان قناة، قال ايش راح يطلع؟ قلت له تابع. نعم. فشافني قبل بالتلفزيون شاعر وعندي تجربتي وعندي قصائدي، ويا اذكر البرنامج ويا استاذ علي سلمان غالي، صح، برنامج الشعر قضية. نعم. وضيف وساعة تلفزيونية وقدمت وقرأت، فقال لي هاي من شو وقت انت؟ يعني ما كان يسمعك بالبيت. يعني ما يدري انا شاعر، مو ما يسمع، علي يدري. علي يدري طبعا. نعم. كونه اخويا أكبر مني. نعم. ما كنت تقرأ قصائد بالبيت؟ وراها لا، إحنا البيت الجو مو شعري، نقرأ لغيرنا أكثر ما نقرأ عندنا. يعني الوالد ممكن يستشهد بقصيدة للمتنبي أو للجواهري. زين. ممكن إحنا نستشهد بقصيدة لعريان السيد خلف كاظم إسماعيل، نسولف بيناتنا، نناقشها، لكن إنه واحد يطرح نتاجه على الآخر لا. زين، كنت تسمع علي؟ بما إنه ما كنت تسمع الوالد. علي كان يسمع منك يعطيك ملاحظات؟ إي ممكن. هسه علي يسمعني اكثر من بدايات، هسه يسمعني ممكن، هسه صار الشاعر ومعروف، يعني انه اخذ رايه ببعض الاشياء الكذاب، اي ممكن.